وزير الداخلية الذي لا يستطيع أن يضبط عناصر وزارة الداخلية من أن تلتزم بالقانون فهو وزير داخلية فاشل. وزير الداخلية الذي يتغنى بحقوق الإنسان ويقول أن هذه الوزارة تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، أقول له إذا كانت هناك تجاوزات ممنهجة فأنت وزير داخلية فاشل. لعلك كل يوم كل أسبوع تذهب في حضرة الملك وتقول يا طويل العمر، يمكن المشير ولا أدري أيهم الملك الحين، وتقول يا طويل العمر أدبناه، ويقول لك بارك الله فيك. لا يا حبيبي، أنت كما تقف أمام الملك سيأتي يوم تقف أمام الشعب. انظر إلى المنظومة البوليسية المخابراتية لبن علي ولمبارك ولعلي صالح ولغيرهم، إذا استطاعوا أن يحموا النظام بهكذا سلوك لا تقل لي أنك أعتى منهم، ولا تقل لي أن لديك أموال أكثر منهم، لا، هم لديهم أموال أيضا، وليس أموالك أكبر من أموالهم.